ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس كما العادة، وكل إعادة فيها إفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين واش عقلتوا على رئيس الحكومة وربيعتو منين نجحوا في الانتخابات وقال لنا غتستاهلوا محسن وغنزيدوا في الأجور وغتكون المعيشة رخيصة، ولا ما درناش هادشي غتجريو عنا بالحجر. المهم على الحجرة ديالي أنا غنسولوا المواطنين واش وجدوا الحجر ديالهم بكل تواضع. أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي بخير. اللهم لك الحمد. واش عقلتي نهار رئيس الحكومة نجح في الانتخابات هو وربيعتو قال بأن المغاربة غيستاهلوا محسن، غتكون الزيادة في الأجور، المعيشة غتكون رخيصة، إلا ما درناش هادشي يجريو علينا بالحجر. راه غادي هادشي ما داروش، ولكن حنا غادي إلا ما دارش لنا هادشي راه غادي نشيرو عليه بالحجر. راه غنشيرو بالكوشية وباليمنية. بالكوشية واليمنية؟ إيه بجوج. أنا حجرة ديالي عندي، أنت جمعتي شي حجرة ولا والو؟ وجامع الحجر، حجر صوب. صوب جامعو؟ أو. هاد باتشي يرقي كما قلتي بالكوشية واليمنية. وما دارش لنا هادشي، الله يهديه. الله يتهدى من عند الله سبحانه. لأن هادشي راه بزاف. مطيشة ولات بكيلو ديال البنان. كيلو ب 12 درهم. عيقوا. بزاف. حشومة كاع. هادشي حكومة. الله يهديها. ولا الله يديها. ولا الله يديها بكل تواضع. لا كانت غير صالحة الله يديها. بعدا الحجر حجرة ديالي انا موجدة، انت موجدة شي حجر؟ ما موجدة والو، ما زادوش، ما عطاونا لا زيادة لا والو. عطي قلنا غنزيدوكم، ما زادونا حتى شي حاجة. زادونا في الأسعار ديال المواد الغذائية. الأسعار واللي مشينا بغينا ناخذوها كاين زيادة ما كانش ناخذ كاع. والله يهديهم يهديهم علينا، راه بزاف هادشي. ودابا لا تحت لك الشريفة شي فرصة تشيري عليهم بالحجر. الله يهديهم. الله يهديهم. الله يهديهم. طالبه اليوم الهدايه. الهدايه تشير هذا الشيء بزاف راه، واللي ما خدامش مسكين كيف غادي يدير؟ يمشي يطلب ولا يمشي يخون ولا اش غادي يدير؟ راه بزاف هذا الشيء، نقصوا علينا شويه من المعيشه، راه حنا ضعافة. بعدا وجدت الحجره ديالي هايا. وي انت عندك حجره؟ انا وجدت حجره. وما تنساش انا راه جاي معايا الحجر. ها هو. ماشي حجره راه جوج. قسما بربي الا جيب جوج حجرات. جوج حجرات. هذه لمن؟ هذا داك الطالبي العالمي. الطالبين العالمين اللي بعد التهرب الضريبي بعدا اولا شيكات بدون رصيد فهمتيني، والشركه الوهميه ومضيع الناس فلوسهم ورزقهم العمال اللي كاين في تطوان، وكان عمده ديال تطوان ودعات فيها فسادا بدون حاسب ولا رقيب. شكون غادي يوقف لنا هاد الناس هادو؟ الله اللي عالم. هاد الناس راه عاتوا فسادا في الارض، المعيشه غاليه، الفقير طحنوه، هلكوه، البلاد باعوها. ربانا بعدا. ربانا فعلا هذا السي قالوا قالوا قد بها. وطلق عندنا ديالو الضلقشية ديالو كله من جهة، ملتقاشر من جهة، السي هذا اللي يدير رئيس البرلمان بالله عليكم. واش هذا رئيس البرلمان؟ راه متابع قضائيا في البرلمان، أنا ما فهمتش. واحد سيكي كيتسد على مطيشة كيدخلوا للحبس. واش هاد الفرق غريب؟ أنا ما فهمتش والو. جيبوا لنا شي شينوا يحكمونا حنايا. راه هادو راه صافي عاتوا في فساد الأرض، راه بارك هذا الله. نقولك صراحة خاصنا شي برلمان، خاصنا شي برلمان من الشينوا، هما اللي غيقضيو. هما يبني لاباس عليك اخويا. دابا الا جاتك الفرصة انك تجري عليهم بالحجر، تجري عليهم بالحجر. والله العظيم قسم بامي بربي ماشي الحجر، شي حاجة أخرى من غير الحجر. بكل تواضع. بكل تواضع. حياتي. الحجرة ديالي أنا، هاهي الحجرة ديالي شتيها. ها الحجرة دي، شي جامعة شي حجر ولا والو؟ أنا عندي الحجر، موجود الحجر في المغرب. وإلا ما داروا معنا والو جريونا الحجر، عندنا بزاف ديال الحجر موجود عندنا الحجر. ورا ما داروا معنا والو. ما داروا معنا والو، كلشي غلا والله يحسن في العوان، الحليب داير 80، أي حاجة غلا، أي حاجة زادوا فيها بزاف. مسكينة كوني في العوان، معيش مسكينة بالعداس والمايض والمطيشة، حتى البيض غلا، زادوا فيه بزاف قارونا، أي حاجة زادوا فيها. لا كون في العوان اللي عنده 6 دراري اللي عنده 14 وكل يوم، المعيشة غلات بزاف. لا كون في العوان يديروا شي حل زوين، يعيشوا حنا ونعيشوا هما، وتما غادا كيما يا مات بنادم شحال هذه بنادم دابا تقهر، اي حاجه قهرت الزيت ولا واحد الثمن لا يرتال. هذا الشيء بزاف بزاف. تخبوا لي المغاربه ونجاح والرباعه ديالو قال ولا ما قطعش داك الشيء شيروا عليه بالحجر. بالحجر انا الحجره ديالي صافي، حتى الحجر ديالي انا موجود. انا الحجر نمشي نجيبو بالخف. الله يجمعو يوم بالخف الدور. ما لقيناش كلنا كل الخضره لا مرقه لا والو. الله العظيم عندنا الخبز واتاي يا صاحبي، الخبز واتاي راه قتلنا. ونقصوا علينا شويه عاوتاني، نقصوا علينا شويه الله يرحم الوالدين. ودابا الا جاتك الفرصه تشير عليهم بالحجر. نشير عليهم بالحجر، نشير عليهم بالحجر. ما فوش بالوعود ديالو اللي قال، الوعد اللي قال ما فوش به. وكل العصا
واش بنادم خدام 100 درهم وكياخذ قرعه ديال الزيت 100 درهم؟ مسكينه هادي خدام 100 درهم ياكل قرعه الزيت 100 درهم ياخذ من الحانوت نص سيطر ديال الحليب 4 دراهم. وراه حشومه راه عار، هادشي راه عار، انتم عار عليكم هادشي. راه غدا غتحاسبوا لي امام الله سبحانه وتعالى. راه كاين اللي الخدمه ما لقاهاش، كاين اللي قرا ما عنده لا خدمه لا والو. اشحال واحد دابا كاين مريح مسكين بلا خدمه بلا والو، ودير لي الزيت دابا هو واصل دابا 100 درهم، اللحم 100 درهم. وحشومه بزاف، عيقتي كاع عيقتي. المهم الحجر كاين، الحجر كاين موجود. انا بعدا بلاتي 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 انا بعدا انت ها هي الحجره ديالي، ها هي الحجره ديالي. انت شمعتي شي حجر ولا راه جمع قفه ديال الحجر باش نجري عليهم كل واحد؟ قفه بكل تواضع، بكل تواضع نجري عليهم. هذاك السيدي قبل ما ياخذ الحكم كيقول لك اجره نزيدو اطباء نزيدو اللي ما خدامش نزيدو اجره 80 فرانك 100 فرانك غنزيدو نهار خدم نهار شد الحكم زاد اسعار زاد في الخضره زاد في كل شيء. حتى حاجه اوروبا ولات كتبع فيها الخضره قل منا احنا، علاش كيديروا التصدير؟ ما خلوهمش يخلي يصدروا لا خضره لا والو، خلو تنشبعوا حنا، خليو لنا خيرنا خويا، خيرنا غيرنا بعدا ناكلوه وناكلوه بقل من ثمن ب 5 دراهم 6 دراهم دابا 200 درهم 300 درهم. اش بقى تقضي لكم هنا شحال كياخذ؟ واحد اوجور اللي كان كياخذ بنادم، اوجور بقات هي هذيك اثمنه طلعات اوجور ديال 5000 درهم بحال كياخذ بنادم 2500 درهم، تنقصات الاجور بحال يعني 2500 اثمنه ديال اثمنه اثمنه اسعار كان بنادم كيتقدى ب 5 درهم ولا كيتقدى ب 10 درهم، وهي دوبلات القضيه شويه، اسعار غلاو ما خصهاش يكون بحال هكا. خليونا دابا ديك القفه اللي جامع في الدار ديال الحجر، الا جاتك الفرصه، الا جاتني فرصه كل واحد نسير عليه للراس بحجره كل تواضع.